توقيع اتفاق الطائف نهاية رسمية للحرب الأهلية اللبنانية الطاحنة. 30 عاماً مضت على الاتفاق، لكن التنفيذ لم تكتمل حلقاته حتى يومنا هذا. فماذا لو طبق اتفاق الطائف فعلياً؟ نظام ديمقراطي لوطن تعددي موحد على أساس المواطنة من دون تمييز بين أبنائه، وضع أسس الدولة المدنية، نظام قائم على مبدأ فصل السلطات، توازنها وتعاونها، مجلس شيوخ يمثل العائلات الروحية ويبحث في القضايا المصيرية للبلاد، قانون انتخابي على أساس النسبية، تنمية شاملة بحسب مقدمة الدستور ونص الميثاق الوطني، اعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية، وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، نزع السلاح الداخلي بين جميع الأفرقاء. هذه نقاط يجمع عليها المطالبون بالتغيير. فهل يمكن استكمال تطبيق اتفاق الطائف؟ أم هناك حاجة لمؤتمر تأسيسي وطني؟